النجاح سهل؟ لا، هو النجاح مش سهل، النجاح صعب طبعا، من المستحيل ان يكون النجاح سهل، لكن النجاح مش مستحيل. يعني هو صعب لكن مش مستحيل. ازاي؟ هقول لك. النجاح بيعترف بالصبر، بس مش بالصبر اللي انت بتتكلم عنه. النجاح بيعترف بصبر حاجة تانية. الصبر ان انت تكون شغال على فكرة، والفكرة بتاعتك دي ما تستناش منها نتيجة لحد ما تحقق. يعني ما تجيش تقول انا هعمل حاجة مثلا واشوف رد فعلها ايه. لو رد فعلها مش تمام، يبقى استنى لما يبقى تمام، هو ده الصبر علشان ابقى انا كده نجحت. لا، النجاح بيعترف بان انت تكون بتستمر على فكرتك، هو ده الصبر بتاعها، ان انت تكون بتستمر على كل الاحوال من غير ما يكون في حد منتظرك، من غير ما يكون في حد مستنيك، من غير ما يكون في حد عارفك من الاساس. هو ده بالنسبه لموضوع الصبر والنجاح. النجاح عامه مختلف، لازم ان انت تكون مختلف علشان تنجح. ده اللي بيخلي الموضوع في النجاح ان هو يكون صعب. انت ممكن تنجح، اكيد مفيش حد ما بينجحش لو استمر على حاجة هو بيعملها او على فكرة هو بيحاول ينفذها. ليه؟ لان النجاح بيعترف دايما بالاختلاف. لو انت بتعمل نفس اللي غيرك بيعمله، يبقى انت كده مش هتنجح للاسف. لازم تكون بتعمل حاجة غيرك ما بيعملهاش، او بتضيف حاجة على اللي غيرك بيعملها علشان توصل بالطريقة اللي انت عايزها. هي دي الطريقة يعني اللي احنا ممكن نكون بنوصل ليها. يعني هي انت بس كمل واستمر، انت هتنجح ان شاء الله بدون اي مقدمات. بس انت استمر حتى لو انت عارف ان مفيش حد مستني اللي انت بتعمله، او مش مؤمن باللي انت بتعمله ده. بس كده.